والقمر رأيتهم لي ساجدين.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين قائل منهم لا
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون
وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. والله المستعان على ما تصفون.
والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشد
نجزي المحسنين.